بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائنا مشاهدينا ومتابعينا في قناتنا خربشات، جبنا لكم فيديو جديد صيد الحيوانات بالسهم. هنشوف وهنتابع مع بعض. طبعا قدامكم داير الرنه والصياد وجها لوجه. افنحه، شوف 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 العداد بيعد. عشر ثواني كافية لقتل الرنة. شوف الإعادة في الرقبة، إصابة مميتة. خلاص ملوش أي فرصة للنجاة. الجاموس الأفريقي وصيب. شوف 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 القلب يتوقف، ساقط. الموز وصيب. خلاص القلب وقف. شوف 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 ايه اللي هيحصل. سقط. طبعا هذا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، وانا اوعدكم باذن الله تعالى الجاي هيكون احلى واحلى واحلى بفضل الله تعالى. النو. شوف 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 بيترنح. ساقط. وصيب والسهم. السهم اخترق الرن. شوف 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 سقط. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.